اسمي نايفر. اسمي ريان منصور. انا الحياة اللي عشتها انا بلبنان هي اللي عملت انا شو طلعت اخر شيء. بس من وراء الحالة الاقتصادية بلبنان اضطريت فل من بلدي تروح كمل دراساتي بغير بلد بفرنسا. ولاحظت مع الوقت انه في احساس احساس انا عشته ولاحظت انه هذا الشيء كمان في كثير ناس غيري يعيشوه. ولاحظت انه هذا الوجع هو وجع عايشوه كثير عالم بعرفهم وبتحدث معهم كل الوقت. ولاحظت انه اذا بحكي عن الموضوع حاعطي صوت لناس ما عندهم صوت. انا بس كنت عم بكتب قصتي كنت عم فكر بجدي. جدي ترك لبنان بسبب الحرب، بي ربي هونيك، خلق هونيك، امي كمان. فكنت عم فكر انه انا كيف على طول عم بسمع هذه الروايات وهي القصص اللي بتخليني افكر بهن شو مرقوا بهالفتره اللي نقلوا فيها على فنزويلا. بس رجعت انه ما كنت عم بحس بهذا الشيء غير لانا مرقت فيه وانا قطعت فيه. بس كتبت عن هذا الشيء عن جد رجعت لورا ورجعت لنفسي انه انا قديش تغير فيي قصص وقديش صار معي اشياء يمكن غيري منو شايفها او منو مقدرها لانه ما عاشها. بس كمان لقيت انه في ناس غيري مثلا بس تعرفت عن عناي وتعرفت على ميسرة وعلى غيرهم كمان كانوا عم بيقطعوا بقصص كثير قريبه من اللي انا قطعت فيه. هذا الشيء جمعنا هون شيء مهم وكثير حلو وانا كثير بقدر هذا الشيء. شو كتبت انت؟ انا شو كتبت؟ انا كتبت عن قصتي وكتبت عن احاسيسي وكمان حكيت عن اكثر شيء عن الوجع اللي اجى فكره اني فنيت. حكيت عن انه كيف حسيت انه تركت اهلي وتركت حياتي وتركت انا مين بمحل وفليت تابني حالي. فهيدا اللي كتبت عنه اكثر شيء. انا حسيت شوي اكثر انه حسيت حالي عم بكتشف مين انا كنت بس ماني مقتنعه على نفسي انه انا هذا الشخص. لانه كنت عم برجع على بلد جدودي على كل شيء امي كانت تحكي لي انا وصغيري انه هي جربت تحافظ على العربي جربت تحافظ على التقاليد والافكار اللي نحن عنا اياها ببلدنا حتى من خوفها انه انا صير مثل الاجانب او مثل الاشخاص اللي نحن عايشين عندهم اللي هو بلد عم بيعطينا مكان امن نعيش فيه ونستقر. بس نحن عنا كمان هويتنا وكثير مهم نحافظ عليها. هالشيء كتبت عنه. المستقبل المستقبل انا حابة ارجع على بلدي اكيد وحابة من حياتي اللي عم عيشها برات بلدي. حابة جيب شيء معي رجع على لبنان. حابة اعلم ناس حابة احكي مع ناس حابة اخبر قصتي حابة اخبر قصص غيري عن هجرتهم وساعد قد ما في. انا بحس الحلم اللي عنده يا لبنان او فكرة على لبنان شيء كثير حلو لانه كل هالناس اللي طلعت هجرت لبرا وتعلمت قصص برا ورجعت اجتمعت بلبنان. كنا عم نحكي انه على طول بنرجع بنجتمع كل صيفيه كل سنه ايمتى ما تروح ايمتى ما ترجع بضلك عم ترجع تجتمع بنفس المحل. فانا بحس هذا الشيء لإلي انه انا عيش ببلدي ويكون في دور لإلي عم غير بالمجتمع للاحسن. على فكره التوانسه يعني التونسيين يحبوا اللبنانيين. هاي راح بينكم كمان حبوا كمان على